صحراء مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الرجل أنشأ الصرخة في الأغنية العربية، وحين اقتحم بحيويته وبحركته وبانفعالاته وبصدقه ميدان الأغنية العربية أحدث ضجة كبيرة، وأصبح له أنصار عديدون متحمسون، وأيضا أصبح له نقاد كثيرون متعصبون. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع فنان الأغنية العربية الجديدة الأستاذ محمد نوح. أهلا وسهلا. أهلا. أنا حرصت أن أنا أقول حين اقتحم ميدان الأغنية العربية، وما أصدتش أن أنا أقول حين دخل ميدان الأغنية العربية، لأن أنا بحس أنك اقتحمت بنضال كبير ميدان الأغنية العربية ودخلت فيها محاربا، هل هذا صحيح؟ صحيح. أستاذ محمد نوح، طبعا أنا شفتك في حفلات وشفتك في سهرات متعددة وشفت الجمهور متجاوب معك قد إيه. أنا عاوز نبتدي حديثنا النهاردة مباشرة بأنه أسألك أنت مين وأنت عاوز إيه؟ سؤال يبدو بسيط لكنه في الحقيقة في غاية الصعوبة. من السهل تحديد أنا مين. أنا فنان عربي، مش بخاطب بلدي بس، بخاطب كل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج، وبقول له أنا مبسوط من نفسي في الأسلوب ده، يا رب انت كمان تحاول تتبسط معايا. عايز اعمل ايه وعايز احقق ايه؟ عايز ابشر، مجرد ان انا اكون مبشر بأسلوب جديد من اساليب الغناء. انا مش ضد الطرب، لكني بقول ان هناك نوع اخر من الغناء يجب أن يعيش جنب الطرب. يعني أنت لا تبشر بإلغاء الطرب؟ لا، أنا ما بقولش إلغاء الطرب، لأن أنا ما أقدرش ألغي الطرب طول ما فيه ناس بتطرب من الطرب اللي موجود. لما الناس تبتدي تمل هذا الطرب من الطرب، أو يتغير مفهوم الطرب، لأنه بيسمع موسيقى غربية بيطرب، هنا مفهومين للطرب مختلفين. لكن هل ممكن نقول من غير ما نغلط أنك عدو الطرب رقم واحد؟ أنا عدو الطرب. الآن أنا عدو الطرب رقم واحد. ليه؟ لأني لو طربت لما يقدم من الفنان المصري بالشكل العادي اللي بنقول عليه باللغة المزيكا الميديوكر، الشكل العادي اللي بيقدم، ما كنتش أعرف أعمل اللي أنا بعمله. يعني اديني فكرتك، يعني نوضح للمستمع معانا ما هو المقصود بالطرب وما هو المقصود بالغناء. ايوه، وهذه هي القضيه. ايوه. اللغه العربيه اللغه كثيره الخصوبه او رائعه الخصوبه في تحديد، مثلا اما بنقول الحب، الوله، الصبابه، الغرام، كل دي الفاظ بتحدد حاله خاصه من حالات الحب. يعني الحب غير الوله، غير التدله، غير الصبابه، غير الغرام. فاذا كانت اللغه نفسها بتقول الطرب والغناء، يبقى لابد ان في حاجه مختلفه في الغناء او في الطرب. الطرب هو اصوات جميله بالفطره، مخلوقه جميله، اللي هي المواهب. الصوت البشري زي الاله الموسيقيه في حلاوته. هذه الاصوات بتحاول تدغدغ حواسنا، ومش مهم الكلام اللي بتقوله أبدا، المهم
انه اذا كان بيغني من مقام السيكاه يقفل ويحك نغمة السيكاه المتعودة عليها اذننا بحيث ان احنا نقول اه او الله او يا سلام. اما الغناء فهو محاولة ان الكلمة والموسيقى والاداء واللحن يوصلوا معنى محدد الى عقل المستمع ووجدانه. فالغناء شيء مختلف عن الطرب. الغناء لابد يكون له معنى والطرب مش لازم يكون له معنى، بدليل ان احنا ممكن نسمع واحد بيقول يا ليل يا عين يا ليل يا عين لمدة نص ساعة، او امانة مانة مانة مان لمدة نص ساعة. هنا المعنى لا يهم، لكن بيهم القفل، النقلات اللحنية، روعة صوته، خروجه من الجواب للقرار، نزوله تاني، عمل انتقال اللحنية من الصبا للبياتي أو للسيكة أو لكده. لكن مش مهم بيقول إيه، المهم إن شاء الله يقول آه آه أو أمان أمان أو كده. لكن الغنى لابد أقول معنى. يعني في الحالة الأولانية بيبقى إظهار عبقرية شكل في الشكل، في الشكل. أما في الغنى عبقرية المضمون. هذا المضمون يعتمد على الكلمات فقط؟ يعتمد على أنه يكون محصلة الكلمات واللحن والأداء وحالة المستمع الآن. أحسن حاجة نعملها دلوقتي عشان نفسر ده للمستمع معنا أننا نضرب أمثلة. نضرب أمثلة، نقول مثلا، هنضرب مثال إذا أنا بغني معنى بقول فيه إيه. بقول أنا برفض حبك يا حبيبتي لأنك معطلاني، عايزة تقعديني معاك في البيت وما خرجش أبدا، وأنا رافض الحب اللي هيقعدني في البيت. فأنا برفض حبك. مش معقول هنا أقول لها كده مثلا، إذا كنت هعمله من منطق الطرب هقول لها إيه، يا حبيبتي أنا برفض حبك علشان انت معطلاني ومقعداني جنبك اهو في البيت، يا حبيبتي معطلاني. الناس هنا هتقول الله، وبالتالي راحت القضية. وبالعكس ده أنا متعطل من الغنى أكتر ما هي معطل. ومن هنا إذا أردت بقى أن أنا أقول المعنى ده بمعنى الغنى هيختلف طريقة الأداء. واخد بالك؟ هقول لها يا حبيبتي أنا برفض حبك لأنك معطلاني، ممكن ده يبقى غنى، بس المزيكا تعمل الطرب. الآلات الموسيقية تعمل الطرب، لكن أنا كآلة موسيقية أقول المعنى. والآلات تدي للمستمع الطرب بمعنى دغدغة الحواس اللي هي الآلات اللي معايا، لكن أنا أقول المعنى وأصبح أنا آخر آلة. هنا عملية شحن. هنا عملية شحن. المهم أوصل المعنى فورا. ولذلك الفرنساويين بيقولوا شانتير يعني مطرب، وديزير يعني أول. ومن الغريب يا أستاذ طاهر أننا نحن العرب، نحن العرب صناعتنا القول أي الغناء. يعني مش صناعتنا الطرب، الطرب ده جالنا من الغزو التركي. يعني الغزوة التركية سابت الطرب، سابت لنا الطرب، لكن إحنا ودول الخليج ودول المغرب العربي تتعامل بمنطق القوال الديزير مش الشانتير. الطرب دخيل علينا. في البدو في الصحراء الرجال يغنون غناء وليس طربا. وعادة الجماعة لما تغني بيبقى غناء، المطرب الفرد يبقى طرب. يعني هو غالبا يمكن مش بس الأتراك، يمكن الأتراك برضو نقدر نقول قبليها الغناء لما أصبح يأتي للناس عن طريق القصور، قصور الخلفاء في بغداد والرشيد وغيرهم طبعاً. والمغني المطرب اللي قاعد برضو طبعاً. يبسط دغدغ الحواس. يعني ما هو من 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 هناك ناس بيقولوا في موسيقى عربية، أنا بختلف معهم في المسألة دي. أنا بعتقد أنه في موسيقى الحضارة الإسلامية، لأن الموسيقى العربية هتبقى خاصة بالجزيرة العربية. لكن الموسيقى الحضارة الإسلامية هي موسيقى حضارتنا العربية بالضرورة.
لحد ما راحت للأندلس، ولحد ما طلعت راحت أثرت في الهند أو تأثرت بالهند، ولحد ما راحت المغرب العربي، ولحد جت هنا مصر وأثرت بشكل ما. إحنا لنا موسيقى خاصة في هذا، لكن للأسف إن إحنا ورثنا مثلا إيه المزيكا أو الموسيقى في فترة انحلال التركي، مثلا الفترة المأثرة علينا هنا في القاهرة على سبيل المثال، هي الفترة اللي كان فيها الموسيقى في عصر الانحلال التركي، اللي هو الزخرف الشديد، عدم الاهتمام إطلاقا بالمعنى، المهتمام مش زايد عن الحد بالشكل، والبعد تماما عن المضمون، وده كان موجود في أوروبا في عصر الانحلال برضه. اللي هي نفس المرحلة اللي عملت في الأدب كده، وأصبح أدب سجع ومحسنات لفظية. يتكلم عن الذرة، يقول لك مثلا كشف المجرة في عالم علم الذرة للعالم العلامة والحبر الفهامة الأديب القريب، يعني بيعمل حاجة ديباجات. دلوقتي مش كده الحياة، بنحاول نلخص الدنيا عشان نحط دي أرقام داخل الكمبيوتر وتطلع تديني معلومة فورا. أستاذ محمد نوح، البدو بيغنوا ازاي؟ عاوزين نماذج. الرجولة، الرجولة، الرجولة في الغناء والحنان في السيدات. الرجولة في الغناء، يعني مثلا البدو في غرب شمال افريقيا مثلا هيقول لي، يقولوا مجرودة، يعني مقروضة الشعر، يقول مثلا كعب البنت ريال مدور يا ما خالق يا ما صور، عينك عين الليمي قش ضرب طيرة جبهات رعش ومن دمع حن المنقار يا رب تيم تيم تين كده. واذا كان راكب الجمل فيقول مثلا يان 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 يا علام جيب الطبيب يداوي جروح، راجل يغني، راجل في حاله وجد، وهناك ما في حاله الذكر او التجليات، الجماعه الصوفيين هم بيغنوا بيوصلوا لحاله وجد خطيره جدا، والنساء ايضا مليئين بالحنان والحب والشفافيه والحنان على الحياه، على الطفل. مثلا يقولوا مثلا جبنا الكساوي من فوق شواش السجار، جبنا الكساوي من فوق شواش السجار مثلا، مليئين بالوزن، سمي الغنى ده تحنين. لكن نحن الآن بنخاف على موسيقانا ديت من المدينة اللي إنه القاهرة بقت مركز جذب ضخمة، والفنان فيها بيأثر على الفنان العربي، اللي أنا برجوله دايما وبقوله فتح عينك وخلي بالك من الأرتام اللي موجودة عندك، والإيقاعات السرية المرواس والإيقاعات اللي داخل الجزيرة العربية، إيقاعات سرية أصلا متأثرة بالهند وفارس، وهما فيهم صراع خطير في الإيقاعات. وخلي بالك إنه إحنا هنا في مصر بنستخدم إيقاع واحد، احذر إنك تقلدنا فيه، اللي هو المصمودي ده، انا بكلم كلام للمتخصصين في المزيكا. لا ده انتوا عندكم سراء، احنا عايزين ناخد منه ونستلمه. احنا ما عندنا، احنا المصري يعني ما عندناش الا المصمودي، ما عندناش الا المصمودي. ازاي عندنا جميع الارتامنا وفناننا العربي، فناننا العربي المصري بالذات بيستخدم هذا الايقاع، ونحن نحارب عليه، نحب عليه، نستشهد عليه او نستشهد عليه، نرفض ونقبل، وحياتنا كلها ماشيه عليه، وهو هذا الايقاع الخطر. وخلي بالك اي غنوه بتبتدي عندنا في مصر يبتدي في حاجه اسمها التحضير، البريبريشن زي ما بيقولوا، والناس تهيج، ويبقى ده مدخل لاي غنوه، بنقول عليه هنحارب، بنقول هنرفض، بنقول هنقبل، وبنقول عليه هنحب هذا الايقاع. وده مش فقر في الايقاعات العربيه، ده فقر في الملحن اللي موجود الان، وفي صراع ضخم جدا في الجزيره العربيه، احنا بنحاول نستلهمه، المفروض علينا نحاول نستلهمه. يعني الحقيقه الموضوع محتاج الى شيء من المناقشه، مش من قبيل التعصب، انما من قبيل تنوير الموضوع، اضاءه لبعض جوانبه. اولا انا مانيش موسيقي، انما مش متهيئ لي ان عندنا ايقاع واحد بس اسمه المصمودي. لا عندنا 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 احنا بالعكس، ده احنا عندنا ايقاعات في مصر خطيره. طيب لكن ما عدناش بنستخدمها. الملحنين الان بيستسهلوا في اجهزتنا الاعلاميه، يعني كده بيستسهلوا انه يعمل صراع في الايقاعات. وبيجي الفنان اللي في الجزيره العربيه، عندنا فنانين كبار لهم قوه جذب،
يعني لهم كتل ضخمة بيدور حواليها الفنانين التانيين، فبنبتدي نقلدهم. بنخاف، أنا بخاف على زملائي اللي لسه عايزين يعملوا حاجات في المزيكا، إنهم يتأثروا بكسل الفنان اللي مش عايز يدور داخل تاريخه. يعني النقطة التانية اللي كنت عاوز أتكلم فيها، إنك قلت إنه الإيقاعات العربية يعني جزء من سبب إنها ثرية، إنها متأثرة بالإيقاعات الهندية، وهي إيقاعات ثرية جدا. ثرية جدا. والإيقاعات الفارسية، مع تسليمي بأن الإيقاعات الهندية وربما الفارسية إيقاعات ثرية، إنما أنا أعتقد أيضا أن العربي لم يكن يملك إلا إيقاع فقط. طبعاً. وبالتالي هو ثراءه غالبا نابع من بيئته الصحراوية، ومن صدى الإيقاع اللي بيعمله، عاوز يمشي الجمال بطريقة معينة في الرحلة الطويلة إلى آخره. يعني أنا أعتقد برضو أن سبب الثراء العربي في الإيقاعات نابع من الشعر. نابع من من والشعر الشعر. الشعر إيقاعات، يعني الرمل غير الرجز غير البحر الكامل. هو ده ملوش دعوة ملوش دعوة دي مجموعة من الإيقاعات الهند أو غيرها. دي تفعيلات المد والحركة، يعني السكون والحركة. ما هي دي الإيقاع. يعني ما هو كل إيقاع يقابله بحر شعر. يعني البحور هي الإيقاعات. أفهم من كده أنك أنت يعني ضد أن يكون الصوت جميلا والحنجرة يعني ذهبية، وإنه ممكن أي إنسان يغني. نعم. حتى لو كان صوته أجش. نعم. وإنه يستطيع. نعم. أنا هناك بعض الحلاوة في صوتي أنا أخفيها. وأنا لما طلعت أغني الأول فكانت الناس تقول لي ليه أنت يعني أنت صوتك وحش، فأقول لهم وعشان كده أنا بغني. صوتك وحش. أنا صوتي يعني مقبول، أنا ما بقولش عليه حلو وجميل، ما أقدرش أقول كده، لو قلت كده بغلط نفسي وبغلط الجماهير. أنا صوتي عادي زي صوت الرجل الشارع العادي في المدينة أو في القرية أو في الشارع أو في الصحراء أو في يعني العربية، وعشان كده بغني، لأنه أنا مش عايز أقدم فن يشبه المعجزات الناس تتلقاه وهي ساكتة، أنا عايز أقدم فن الناس تشاركني فيه. فكل ما يبدو معجز وكل ما يبدو صعب في قفلة في حركة لحنية أنا أخلص نفسي منه تماما، علشان أنا عايز إيه؟ الجماهير العربية تغني، هي اللي تغني. مش بقول إنها ما يبقاش لها مطربين، يبقى لها مطربين وفي لحظات نتلقى هذا الطرب كصامتين كده، لكن في لحظات محتاجين إحنا كعرب كأمة عربية إن إحنا أيضا نغني فرحا طربا حبا نشوة، نغني أيضا نحن نغني. الغنى بشكل موحد، بشكل فكرة التوحد في الغناء.
تنميني يا ضحكة عمري وبيبي. اشكيلي 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 يا بلدي يا طهي الأرض النيلي يا ضحكة عمري وبيبي. اشكيلي 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 يا بلدي أنا ابن بشاب تحيلي وحبك أقول نويلي وأتني الشوق تعليلي اشكيلي احكيلي غنيلي يا بلدي يا بلدي. عاوز اقول انك بتتمتع بمزايا كثيره جدا، يعني انت اولا بتحاول اخفاء الحلاوه اللي في صوتك، لكن لا يمنع من صوتك صوت عريض، صوت قوي، عندك طبقات ممتازه جدا، عندك قدره على ان تصل في الطبقات الى حد لا يستطيع ان يصل اليه ناس كتير جدا، صدر قوي، نفس ما شاء الله، انفعال، وهذا هو المهم. يعني بتنفعل انفعال حقيقي في الأغنية، ساعات الواحد بيبقى مش عارف انت رايح فين، يعني انت متمالك نفسك ولا لا، واقف على رجليك ولا لا، ولا طاير ولا يعني كل هذا. فطبعا دي ميزات مش موجودة في أي واحد. هي أنا أعديت نفسي للطريقة دي يا أستاذ طاهر الحقيقة. أما كنت أغني بالأسلوب ده أعديت نفسي لها تمام. أنا بغني بأسلوب أنا بسميه أسلوب الوجد الصوفي، بمعنى أن أنا لما باجي أغني بغني عن طريق فكرة صوفية في المزيكا. هذه الفكرة الصوفية موجودة عندنا احنا العرب بالذات، يعني بيسموها في أوروبا الآن سول ميوزك. يمكن الشباب اللي سمعنا دلوقتي يعرف بعض المغنيين بيسموه ده سول وده جريت سول، وده سول يعني روح أو وجدان، والسول ميوزك يعني موسيقى الروحية في أوروبا. وأنا شايف أنها مسروقة كاملة من هنا، زي ما فكرة الجيتار هو أصل القيثار، وفكرة الأرج اللي هي كلمة الأرغول، والأبوة اللي هي المزمار بتاعنا. ويعني أنا شايف أنه الحضارة يعني الأوروبية تأثرت بنا بشكل ما، وبتعيد تصدير الأفكار الأساسية لحضارتنا العربية، بس مغلفة في إيه؟ سلوفان احسن، معمول لها رتوش افضل، يعني كده لابسه ثوب العصر يعني. فالغناء الصوفي ده غناء موجود في عالمنا العربي بشكل ما، وخصوصا في الموسيقى الدينيه، اللي هو انه يتخلق عند الجمهور وعند المغني في لحظه ما حاله التغني، ان الكل داخل حاله. ده بيبان قوي في الذكر عند الجماعة الصوفية، يعني ان الجميع بيشاركوا، الجميع بيشاركوا وبيصلوا لحالة روحية. اللي بيعملوه الشباب في أوروبا الآن هو الوصول بالحالة دي، بس هم بيعملوها للتخنس، للميوعة، أنا بحاول أعملها لغسل الروح ولتفجير الطاقات. قصدك للتخنس موضوعيا، لأن هم يمكن ما بيبقاش هدفهم أضح. يعني قصدي أقولك إيه، ما بيبقاش التخنس في طريقة الأداء حتى في أوروبا، حتى في أوروبا ما في لكن هم يعني التخنس من ناحية الرأس، يعني أهداف العملية كلها أهداف العملية انحلالية، الانحلال يعني. يعني بيعمل ده هو وهو مغيب عن الوعي، واخد حبوب ما بتاع. أنا بعمل ده لمجرد أن أنا إيه، بشوف أن حالة الذكر اللي بتحصل
خلف مسجد الحسين في القاهرة إذا كما شفت، أو في دمشق لما شفت المولوية وهم أو في الصحراء لما بيرقصوا رقصة السيف، أو حالة الوجد. فأنا بغني بهذا الوقت إنه أنا أولا أختار كلمات الحب فيها مش محدد، يعني أغني حب الحب مثلا، ما أوصفش الحبيب بشكل أرضي، يعني بشكل يبان فيه يا حبيبي مثلا شعرك جميل وأصفر، هنا يبقى بحدد الموصوف. بعمل صفات مجردة للحبيب، ودايما بيكون خلافاتي مع الشاعر إنه أنا عايز التجريد للحب، إن إحنا نحب فكرة الحب، وكل واحد يحب بقى، وكل واحد يحب اللي هو ما يتلقى، وده الفن شكل تجريدي من أشكال الفنون في اللوحات وفي بتاع، كل واحد بيشوف في الفن ما يراه في نفسه هو. نسمع صورة لهذه الأغنيات، صورة للغنوة مثلا، الغنوة اللي موجودة مثلا أقدر أسمعها لحضرتك فيها الحالة ديت. الغنوة دي باللهجة العامية المصرية بتقول، كلامها بيقول: من صغر السن حمام البن، وحمام البن وحمام زي العش اللي هو اسمه بن يعني البنية، يناديني. يعني فكرة الحب، يعني من صغر السن حمام البن يناديني، ما عشقتش حد لحد ما خد قلبي وعيني، ضحاك السن صغير السن عشقته بجد، فيسألوني بجد طبعا والحب ماله غاية ولا حد، يقولوا ياه أقول قلبي معاكي، من بعد القلب مكان باكي واقف وبغني في شباكي، أنا قلب الصبي عاشق والنبي شرقي غربي ابعدي قربي، نامي في درعيني وحوطيني، أنا ضياعيني يا منعيني، فرشك وسريرك وغطاكي قلبي معاكي، حبيتك قد السما والشمس، انتي بكرة واليوم والأمس، في الشتا في البرد في عز الشرد في ربيع الورد، حبيتك يا أحلى من الشهد، من صغر السن حمام السن يناديني، ما عشقتش حد لحد ما خد قلبي وعيني، ضحاك السن صغير السن عشقته بجد 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 بجد، يا الحب ملوش غاية ولا حد قلبي معاك. خد قلبي وعيني.
ضحاك السن وصغير السن حبيته بجد 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 الحب ملوش غاية ولا حد القلب ما كان باكي واقف وبغني بشباكي من بعد القلب ما كان باكي واقف وبغني بشباكي انا قلب الصبي عاشق والنبي شبقي قربي ابعدي قربي انا قلب الصبي عاشق والنبي شبقي قربي ابعدي قربي انا قلبي معاكي وعيون الحب بترعاكي بترعاكي أنا قلبي معاكي معاكي وعيون الحب بترعاكي بترعاكي نامي بترعيني وحوطيني وحوطيني أنا ضيعيني أستاذ محمد. وأغنية جميلة جدا جميلة لحنا ومغنيا وفرقة موسيقية وجمهورا. الجمهور مهم. الجمهور جزء يعني من الغنوة الحقيقة. والغنوة دي بيعجبني فيها إيه؟ الحب هنا مجرد أنا هنا الفكرة حب الشامل حب في شمول وفي رجولة. لأنه عادة أغانينا العربية أنا زعلان منها قوي حزين من أجلها. ده أنت مش زعلان ده يعني زعلان ده تعبير مؤدب قوي اللي بتقوله دلوقتي قدام مايكروفون. أيوه طبعا. لأنه أستاذ طاهر نحن لسنا 100 مليون عربي باكي وحزين من أجل الحب ولسنا 100 مليون عربي دامع. نحن 100 مليون عربي لنا تاريخ في التحضر ضخم ولنا مستقبل حضاري أنا أؤمن به تماما وأعتقد في غد أفضل أن إحنا ناس متحضرين وناس حيكون لنا مستقبل في كل نواحي الحياة وبالتالي حالة البكاء والشجن والعذاب اللي في الحب والعوازل والسهر وعدم الارواح للدوام الصبح وكل ده عشان الحبيبة الأرضية دي المجردة البنت فلانة. أنا ما افتكرش أن العذاب ده موجود في الحب. الحب شيء مبهج ومسعد وفكرة الحب شيء مبهج وبناء وبناء والكراهية هي اللي تخلينا نبكي ونحزن. الكراهية والحقد وعدم النجاح والفشل والحاجات دي. لكن الحب يا سلام ده الحب هو يعني صورة الأغاني العربية بتدي لك مثال للحب الفاشل الفاشل اللي فيه لوعة وفيه عزول وفيه بعاد وفيه كذا وده ليس موجودا. مفيش مثال للحب الناجح. مفيش مثال للحب الناجح. مفيش واحد مبتهج. حتى اللي مبتهج يقول لك والله أنا ضحكت كتير من حبيبي أنا خايف ربنا يجعله خير. أنا بحبك موت. يا سهران أنا لوحدي بعد النجوم ومين يجيب لي حبيبي. لا أستاذ محمد نوح عاوز أسألك سؤال شخصي بمناسبة الأغنية اللطيفة العظيمة اللي سمعناها دلوقتي.
اللي بتقول فيها ما عشقتش حد وكده. انت فعلا ما عشقتش حد؟ لا عشقت. انا اصلي يعني ما عشقتش حد، انا صدقتك. وانت بتقول بتطلع قلبك يعني في مشاعرك وبتقول ما عشقتش حد لحد ما خد قلبي وعيني. لا انا يعني يعني قبله ما عشقتش لحد ما خد قلبي وعيني. مين هو ضحاك السن؟ انما انت انما انت عشت الحب فعلا يعني. يا طبعا بشكل عنيف. واضح. كاملا يعني. طبعا. وما زلت عايشه في حالة اندماج كامل. طبعا انا بخلقه. يعني ايه يعني في لحظة ما بكون انا بخلقه لنفسي الحب يعني. انا ما اقدرش اعيش ومش حابب يعني. ما بتخافش بصراحة يعني، ما بتخافش فعلا من كتر المجهود اللي انت بتعمله، بتخافش على صحتك فعلا؟ انا نفسي ببقى خايف عليك. ايوه جميع الدكاترة قالوا لي حرام عليك. يعني في دكاترة قالوا لي حرام عليك، انت بتجهد قلبك، انت بتجهد. وعملوا عني مرة بحث وقاسوا لي النبض والغدد والبتاع، ولقوا جسمي بي 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 بيعمل بيحصل له حاجات كتير. لكن في الحقيقة استاذ طاهر، قبل ما غني ببقى شخصية مريضة، مكتئبة، كسلان، اعصابي كلها فلسد كده. شوفني بعد ما غني، بالعكس بتمتبني حاله حساسيه عجز عنها الاطباء بقى لها 3 سنين، تختفي مباشره بعد ما خلص الغنى. اللي في دراعك دلوقتي تختفي مباشره. لا حضرتك حاسس على دماغي، شوف ايه ده، في حاجات مقلقزه كده. دي بقى تبتدي من 8 9 بالليل، تختفي بعد ما غني نهائيا. حاجه غريبه قوي. يعني بتدوب مع التيار الكسل. المفروض المفروض مش كل يوم برضو. يعني في الايام اللي بتبقى فيها. انا حابب الحكايه دي. استاذ محمد نوح، قبل 73 وبالذات قبل اكتوبر 73 ما كناش نعرف عنك حاجه قبل. مظبوط. اول مره شفناك في مسرح وبتقول للجمهور حاجات عظيمه جدا عن معركتنا في اكتوبر. أيوة. 73. تفسيرك ايه؟ قبل اكتوبر انا كنت موجود وبغني بنفس الفرقه. بالعكس، انا قبل اكتوبر سنه 68 يوليو 73 انا كنت في بيرلي واخد مركز عالمي بغنوة اسمها مدى تشد حيلك يا بلد. لكن هو ما الفنان، وما زلت انا دايما اقول جهاز ارسال والجمهور جهاز استقبال. أيوه. عشان يتلقوا بعض وتتم الدايرة لازم يكون الجمهور مظبوط على موجة الفنان، زي ما بنعمل في الراديو. احنا بنتكلم دلوقتي لازم يكون حد فاتح السايكل بتاع الجهاز بتاعه على موجة معينة، موجتنا دي، يبقى سمعنا. طول ما الجمهور مش قادر يتلقى الفكرة الجديدة أو العمل أو الفنان طالع في غير معاده أو كده ما يحسهوش. اللي حصل بغني من سنة 68، اللي حصل بعد حرب 67، احنا هنا في مصر بالذات كنا تعبانين قوي. يعني أروح كلية الفنون فلقيت كل مشاريع الكلية الطلبة كاتبين مثلا عامل مشروع مثلا في النحت، فتلاقيه واحد كاتب لك الغرق، عامل بتاع واحد كده من غير ايدين ورجلين وعامل غرق. تلاقي واحد راسب لوحه كاتب عليها الانتماء للمعنى المطلق. كان في حاله ضياع. الشعر كان كله وصلبوني وفرد لي الليل ومش عارف ايه ويا ليلو يا ويلو يا. انا لقيت نفسي ايه وقلت انا هنور ايه، ما فيش شعوب بتنهزم يعني من معارك عسكريه، الشعب بشعب له تاريخ يبقى عايش يعني، واحنا احنا عرب يعني ما تهزمناش يعني معركة يعني. أنا قلت هاخد طابع إيه، إن أنا أنير شمعة في هذا الظلام. فبدأت أغني أغاني مشرقة، أقول مثلا شيلي طرح الحزن السودة والبسي توب الحرية واطلعي بالآمة المفرودة على السكك الأخضرانية، يا بلدنا يا مولدنا يا زدنا يا زودنا. ده قبل 73. بدأت أغني أقول مدد شد حيلك يا بلد، إن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره بيتولد بكرة الوليد، هنا قصدنا خالد ابن الوليد. مش الوليد الطفل. جاي من بعيد راكب خيول فجره الجديد، يا بلدنا قومي احضنيه ده معاه بشاير ألف عيد، قومي انطقي سيبك بقى من نومه جوه الشرنقة، النصر محتاج للجلد مدد شد حيلك يا بلد. بدأت أغني وأقول الله حي بكرة جاي راكب مهره جايب مهره، قصر ونصر البلد يضي. فالمهم إن أنا إيه ما كانش حد حاسس. وقامت حرب أكتوبر، يوم 6 أكتوبر
يوم 8 اكتوبر كنت بغني في المسرح نفس الاغاني. كانت الجماهير فتحت قلوبها على هذه الموجة اللي انا بغني عليها. وحسونا فجأة وكان نوع من المدد الحقيقي. ومن يومها بقالنا دلوقتي بقالي من يوم 8 اكتوبر يوم الحرب ما فيش ليلة ما غنيتش على الاقل مرتين. يعني اغني وبلا اجازات اطلاقا اغني بصفة يومية. واذكر انك حتى تحملت يعني ماديا نفقات هذا العمل انت والمجموعة البسيطة اللي معاك. يعني يمكن حتى ما تحبش تقول لي بس انا عارف يعني يعني حقيقة كان عمل خالص لوجه الوطن والفن يعني. وقد ايه الفن كان مشارك تماما. يعني النموذج اللي بنقوله ان الفن يشارك في المعركة ده النموذج بتاعه. مزبوط. لما جيت تالي سنة بقى بيحتفلوا بذكرى اكتوبر يمكن انا الوحيد اللي مشتركتش. ليه؟ فوجئت بقى بناس كتير بتقول بقى ايه الله يعني بيقدموا التحايا. فلقيت نفسي انا في المؤخرة في الاحتفال. لاني حسيت اولا ان انا كنت قد الحدث ساعته. مش قده يعني كنت لا لازق فيه يعني بقلبي. حسيت بعد كده ان انا ايه مطلوب مني كلام تاني. اللي هو ايه الكلام التاني بقى اللي عندي اقوله بقى؟ فلنبتهج. اكتوبر حدث، العبور حدث، العبور الانساني حدث في الوطن العربي. وانا فلنواصل طريق اكتوبر، فلنواصل بقى طريق اكتوبر. ما نعيش في اللحظه ونثبتها ونجمدها ونحطها كايه كتمثال. يعني اكتوبر يبقى بدايه انفتاح اكتوبر أعظم. بدايه الانفتاح الانساني ده عظيم. مهم قوي. استاذ محمد نوح، انا سالتك دلوقتي انت مغني ولا ممثل، وقلت لك انت بتمثل الغنى ولا بتغني التمثيل. كان يجب اضيف ايضا انت مغني ولا ممثل ولا شاعر؟ استاذ طاهر، انا زواق للشعر. يعني بحب الشعر. وضروري اللي الناس بتتخيل، والكلام ده يعني الواحد الناس بتتخيل ان ايه، ان الفن هو الانتاج. انا بقول الفن استقبال كمان. يعني ايه؟ يعني فيه مستقبل فنان. يعني ايه اللي بيتذوق لوحه حلوه ده فنان طبعا. لانه يا روعه الكون لما الواحد يعمل حاجه ويحس ان الناس فهمتها. انا عاوز اتذوق منك دلوقتي قصيده. انا معجب جدا بطريقه القائك للشعر. عاوز اسمع منك شعر انت ما غنيتوش، سواء شعر عامي او بالفصحى. شعر دي غنوة يعني بنشتغل فيها دلوقتي. بيقول الشعر، بيقول منساش هواك ابدا ولا شوف سواك ابدا، اوعى الظنون تطويك يا ابو ليل طويل جدا، ما بشوفش غير بعينيك يا احسن الاحسن، سيب بين ايدي ايديك يا حبيبي لا تحزن. كورس يقول يا نخل في العالي لا تعطي للخالي، واعطي اللي قلبه حزين واللي على حالي. المغني يقول سيب القمر سيبه سهران باحبابه، ليه الدموع في عينيه والشوك على بابه، زعلان تعال نطير ونروح له عصفورتين، بس اوعى منه تغير الله على الامرين. انا لن ابيع ذكراك ولا يوم حشوف الاك، اوعى الظنون تطويك، اوعى الظنون تطويك يا ابو ليل طويل جدا، ما بشوفش غير بعينيك يا احسن الاحسن، سيب بين ايدي ايديك يا حبيبي لا تحزن. الكرس يقول يا نخل جوه الريح اتوصى بالمجاريح، ودي الحبيب النوم والبسمة والتفريح، بيني وبينك وبينك وما بيني حاجة بتحميني، والله لو بعدك مليون ما يرضيني، اسقيني يا أنهار بصت عينيك وادي، قولي كمان أشعار رجعني لبلادي، يعني يعني شفني كمان ولا تصاحب الأحزان، وهو على الظنون تطويك يا ابو ليل طويل جدا، ما بشوفش غير بعينيك
يا أحسن الأحسن، سيب بين إيدي أيديك يا حبيبي، لا تحزن. الله حلو، أسمع كمان. في غنوة كنت غنيتها وقلت بقيت أقدمها للناس يا أستاذ طاهر، أقول لهم دي الغنوة اللي مش غنوة، ولو سمعتوها على إنها غنوة هتبقى مش غنوة، ولو قلتوا لي لا دي مش غنوة هقول لك لا دي غنوة، لكن هي الغنوة اللي مش غنوة. كنت دايما ألاحظ طول النهار المغنيين عندنا هنا في الراديو، أفتح المحطة دي قال واحد بيقول خفتنا مش عارف إيه، وده يقول خايف خوف، خايفين يا عيني من الليالي، وده يقول خايف من بكرة، وده يقول خايف أقول اللي في قلبي، وده يقول خايف من العوازل، وده يقول خفت عليك يا حبيبي من الهوى، سواء واحدة خايفة من الهوى. فأنا عملت غنوة بنرد فيها على الأغاني دي، بنقول فيها خوف خوف خوف، ما احنا خوفنا كتير ومات منا كتير من الخوف، ما احنا كنا لا بننطق ولا بنسمع ولا بنشوف، يا بكرة يا اللي جاي انا في عرضك تجينا امان، تعالى راكب الرهوان، تعالى فارس الفرسان، تعالى دق على البيبان وصحينا وخد ايدنا وعدينا لبر الشمس والضحكة، وخليني امد الخطوة على السكة، يا بكرة يا اللي جاي انا عطشان، انا يا بكرة صدقني انا انسان كرهت الدمع والاحزان، ومش عايز اموت نايم على سريري، انا عايز اموت واقف على حيلي، وعهد الله انا قادر لكن صابر، وصبري ده بتحباله، ومش عايز اغمض عيني تاني يا بكرة واموت من الخوف. يا سلام، رائع، هايل. الله يخليك. استاذ محمد اقترح عليك حاجة. اتفضل. ليه ما تدخلش الشعر جوه حفلتك الغنائية؟ اي انه فجأة تقوم مبطلة المزيكا او تبقى معاك في الباك جراوند وانت بتقول شعر عادي وما تغنيش، ممكن وتنتقل لغيره، يعني وتدخل الشعر لقلب الناس. فكرة حلوة، فكرة يعني يعني جدا فعلا، وانت اقرب واحد واقدر واحد يعمل الحكاية دي. فكرة، فكرة حلوة. وممكن كمان ايه، ممكن انا القي الشعر، والله فكرة حلوة قوي، ممكن القي الشعر بشكل ما، يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، فعلا فكرة، ده انا انفذها الليلة على طول كده. انا عندي غنوة ممكن انفذها فيها، يعني المزيكا ممكن تعمل لي خلفية، الولاد نوع من الخلق الوقت كده، وانا اقول مثلا لواحدة ايه، واحد بيقول لحبيبته انتي مغرورة، يعني مش عايز الصورة المغرورة للحبيبة يعني، فبيقول لها غراك الدنيا واخداك في البرج العاج، وعايزاني في كل مقابلة اقولك انت الملكة واجيب ويايا التاج، عايزاني في كل مقابلة ابين ليكي انك مليون حاجة وانا حتة محتاج، لا ولا كنت لحوح ابدا ولا كنت ضعيف، ولا بعرف اتذلل واستعطف، ولا بفهم ابدا في التزييف، ما بيعجبنيش كتر المساحيق، ما بيعجبنيش ذل المعاشيق، لو انت وضباعك يبقى انت محتاجه لعلاج. في مرايتك سايباني وبصه، مجنونه بشعرك بخدودك برموشك بشفايفك بجمال القصه، ملفوته لكل الناس بتشوفي جمالك اثر فيهم فين وازاي، طاويه يا حبيبتي قبل ما يجي العمر الجاي، وانا مش أنا وأي حد عايز إنسانة، إنسانة لما أحكي همومي تسكت، وما أسكت هي تكلمني تتعلم مني وتعلمني، إنسانة، لكن أنت مغرورة، غرك الدنيا واخداكي في البرج العاج، عايزاني في كل مقابلة أقولك أنت الملكة واجيب ويايا تاج، عايزاني في كل مقابلة أبين ليكي إنك مليون حاجة وأنا حتة محتاج، لا ما بيعجبنيش كتر المساحيق، ما بيعجبنيش ذل المعشيق، لو انتي كده ودي طباعك يبقى انت محتاجة ايه لعلاج. حلوة جميلة. بس برضو انت بتعارك اهو، يعني على فكرة انت معركة معركة مع بتعارك حبيبتك طبعا، بعارك انا الحبيبة، بعارك الحبيبة اللي ممكن تركب جنبي في العربية وتقول لي شوف اصلا عناية حلوة، تعرف مثلا
رفضوا خطوبتك ليا، بس انا اللي اجبرتهم على كده، قالوا لي ده انت هيجي لك فلان احسن منه، فلان احسن منه، بس انا مني حلو يعني، يعني بعارك الحبيبه. الغرور السطحي، الغرور السطحي. احنا عايزين المراه الحبيبه، بيقولوا خلف كل عظيم امراه يعني الواعيه يعني زي، بس برضو لازم تخليها تحس انك شفت عينيها الحلوين، وان الحلاوه دي اثرت فيك يعني، وشفت جمالها وشفت الحاجات. لازم يعني، بس تصور يا استاذ طاهر يعني ما تحسش ان اللي جنبها انسان، سواء كانت هي حلوه او مش حلوه، الاثنين بيتساووا عنده. لا بس في الجمال نسبي يعني، انا ممكن اشوف حلاوه حبيبتي في عينيها الفاهمه مش في عينيها وتبقى دي احلى عينين عندي. والله هي لما تبقى فاهمه وحلوه تبقى احسن، تبقى قمه. استاذ محمد نوح، عاوز اناقش معك بعض نقط محدده. ايوه طبعا، انت راجل ايه، انت فياض يعني، فيك فيضان، والواحد مهمته يعني مثلا انه يوقف فيضانك ازاي ويمشي مع فيضانك ازاي، شغلانه يعني. لكن عاوز اقول ايه، انه بلا شك انه احد الملامح الرئيسيه لفنك نقدر نقول المشاركه، يعني المشاركه الكامله بينك وبين الجمهور وليس الانفصال. ثانيا، اهتمامك الفائق بالموسيقى والتوزيع الموسيقي، ومع ذلك عمري ما حضرت لك حفلة لقيت انك بتشرك الجمهور معك اشراك حقيقي في الغناء، حقيقي يعني مش يرد معك في حتة، لا انه مثلا ممكن تعمل اغنية ويرد عليك الجمهور فيها ويبقى هو معك تماما، يعني انت جزء وهو جزء، انت جزء وتبقى الاغنية كلها معتمدة على الجمهور، ده مش موجود. النقطة الثانية انه عمري ما سمعت لك النقطة الثانية انه عمري ما شفتك مثلا قدمت مقطوعة موسيقية صامتة، لكن باستمرار الغناء رغم تمجيدك العظيم للموسيقى. اجب اللي هقول لحضرتك حاجة، زي ما قلت حضرتك الفن ارسال واستقبال. اللي انا بعمله حاليا، انا الفن عندي خطة حياتي يعني اللي انا عايشها، اعملها مثلا 5 سنين أو 6 سنين، مقسمها المراحل. انا دلوقتي في مرحلة ان الجمهور يردد معايا ككورس، مش يردد معايا الغنوة كلها. يعني ايه؟ بعمل له تيمة اللي هو راس اللحن يحفظها، وبعدين في نقطة ان انا مش منتشر اعلاميا بحيث ان اغنية تبقى ايه يعني، لابد الناس تحضرني مرة واثنين ومن لحد ما تتعود مني على اللحن. ده انا بغني في اماكن خاصة يعني، حفلة في جامعة في نادي في كده، والناس بتيجي تقعد وتسمع. انا دلوقتي بحفظ راس الغنوه او اخليهم يردوا معايا مدد 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 مدد، هم يقولوا شدي حيلك يا بلد، انا اقول صول، هم يقولوا لا يسقفوا اقول من صغر السن يقولوا يا حمام البن يا. انا بعمل تدريب للناس. هيجي وقت هتلاقي ايه، هتلاقي ان شاء الله بعد فتره كده تلاقيهم بيقولوا جملة موسيقية كاملة. يعني بعد ما يزول الخجل بعد ما يزول الخجل من الناس والابتعاد الطويل، لأن الناس لسه متعودة أن يحط إيديهم على خدهم. شوف الصور اللي بتطلع للجمهور عندنا ساعة ما يسمعوا المطربين، تلاقي اللي قاعد حزين غايص جوه نفسه وكده، واللي مغمض واللي زعلان لكن أنا تيجي عندي تلاقيهم مصهللين كده ومبرقين ومفتحين وعايشين، واقفين على الكراسي، واقفين على الكراسي. دلوقتي فترة المشاركة بتتم مشاركة بالإيقاع وجزء من اللحن بسيط، وبعدين هيجي المرحلة التانية الناس تتعود انها تشارك. الاغنية بتاعتنا اللي هنا مثلا ادي غنوة، الغنوة اللي جاية دي انا اساسا عاملها مقدمة بحيث ان الناس يعني، ولو انها معلش مسجلة في الاستوديو مش مسجلة في حفلة من الحفلات ما بقاش فيها ده، لكن دايما لما بغني الغنوة دي الناس بخليهم في الاول قبل الغنوة كقطعة مزيكا بسيطة، مش قطعة، جملة موسيقية بتتكرر كتير بنوع من الإلحاح زي الأرابيسك كده، بحيث ان يقعدوا يسقفوا معايا، والإيقاع هنا إيقاع راقص و تم تتم 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 كده، فبيحسوا ايه ان ده إيقاع راقص كده. وبعدين انا بغني بقول يا اولاد الحلال وكده، يبتدوا هم ايه يحسوا انه بيشاركوا اللحن ده بالتسقيف او بالدق بالرجلين او بالصراخ في لحظه ما او بالضحك او باي حاجه. طب نسمع الاغنيه؟ اتفضل. دي اغنيه دي ايه؟ يا ولاد الحلال، ما حدش شاف دلال. قطعا كل الناس عايزين يشوفوها خصوصا دلال يعني.
شكرا، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع السهرة المفتوحة، لكم مني أطيب المنى. طاهر أبو زيد.